اعمل فيك ايه بس يا عبود؟ اعمل فيك اجيب اوديك فين اكتر من كده؟ اوديك فين يا راجل؟ سويت بخت يا راجل، راجع عصب والنبي فرد الكاويتش. بس بس عارف اوديه فين؟ بحر، جايبه في بحر اهو، ملعب اهو. بحر يا جدعان اهو، زارع سمك اهي، مش عارف ومنشفاله بقالها شهر، ما رضيتش لما ابص شرقت والله، ومش عارف اعمل فيك اكتر من كده، ومحمل له كام شتم في المقطور، والله كام شتم بالعد، يعني عندهم مع بعض اهوت يا جدعان عشان ما حدش يقول بس ان انا زلمه. واقف اصحى يا شبح، اشتمني على فكره، انا لازم اخد حقي من احمد ابو عرضه كبيرك، لازم اخد بالك يا احمد، انت هتسمع الفيديو، انا ليا حق عندك، اخوك غلطان فيا، لازم اقعد اخد منك الجرد حاجه، جرب اخد حقي وافسخه، ما عادش في حاجه، مش عايزه، دي العربيه حقه وخلاص، هتغرز ولا ايه؟ خد بالك انا ما ترميش بعيد، كل اللي هناك ده هنجيبه تاني الناحيه دي، السكه هناك دي هنجيبها الناحيه دي، لا الحته دي ناشفه، الحته دي ما... اللي هناك السكه هناك دي كلها نخرطها ونجيبها هنا، يعني نجيب السكه هناك هيجي يرمى، هيجي يرمى هنا كده. طب ما اهو حط لي منه، حط اهو، خد لي لك حطها هناك. هو ماشي. هو لازم يا وقف مش هيمشي. لا يا جدعان ظلمناك، ظلمناك يا عبود. يلا يا جدعان دي كده خدت كبشتين، خد لها كمان واحده، عبود اخر راح كانت مشت على طول. خد لها كمان واحد. باي باي كمبورة، ترند البلد يا جدعان، ترند بتاعنا، مصنع السكر هناك كده بس مش عارف هتشوفوه ولا ايه، مش هتشوفوه من هنا. ودي الشركة الصينية يا جدعان بتاعت الفلاتر تبعنا، أي حد ناقص عليه أي فلتر أيا كان نوعه، دي موجودة في مركز الحمام محافظة كفر الشيخ، يعملوا لك فلاتر أي فلاتر أنت عايزه، لأي عربية لأي لودر لأي حاجة موجودة. أهي شوف تلات كبشات والله في المقطوره ومش مليانين، يعني اعتبر المقطوره ما بتحملش مليان ونص. المقطوره فاتحه بقى. المقطوره ايه؟ المقطوره الموجوده المقطوره انا فاتحه بقى يعني. والله ما بيتفتحش، ما بيتفتحش، ما بيتفتحش، ما بيتفتحش. ما نقفل الباب هنا فين؟ دي شغل ابوك بقى اللي عايزه. انا اول ما شفت شغل حد بيقفل الباب في شغل الليبس. ماشي بقى 20 مع الناس ولا ماشي يعني ولا نعمل ايه؟ ابوك هيسمع الفيديو. وقفت تلاقي عبود، عبود كده بيضيع وقت في اليوميه يا جدعان، لازم يتخصم منه. لازم يتخصم منك يا عمرو. انت غير تاني للجراج. هو غير واحد ماشي عليه طول الشغل. تيجي على قهوه. ايوه بالراحه بس ما تفهم. قول كلمه للاقصى. كلمه للاقصى. انت بتضيع، انت بتضيع اليوميه ليه يا عبود؟ يوميه؟ انت بتضيع اليوميه ليه؟ واحد عايز يشوف ده الشير هيجي. يجي فين؟ لا يجي ياخد في التجريب. قول له بعد رمضان يجي ياخد اللي هو عايزه. معلم طبعا دماغه شغاله بيقلب على الجنب اللي بيلف عليه عشان تعرفوا سواقين احنا الناس عندنا سواقين حتاير بيلف بيقلب على الجنب اللي بيلف عليه وهو بيغرس. ولو معلق ست مقاطير كسحات، كسحاتنا الجميله اهي يا جدعان. لسه بسم الله ما شاء الله في العروه الاولى، انت مش عارف كسحات من دي بس اكيد انت هتشوف الفيديو يعني. يا جدعان عنده متابعين ثلاث اربع جرات البرد عنده في الصف. مين ده يا جر وادي حفده بتاع مين؟ انا عارف ده بتاع ده يكون جرارنا يا ابني، بس جرارنا ما بيفتحش الجرايد. لا لا يلا يا جدعان نشوفكم في فيديو جديد، السلام الله عليكم.